يسعد مساكم يا رب. وين ما كنتوه وصلنا أنا وماما لعزيمة غدا، رح أخبركم بعد شوي وين وإيش المناسبة، بس أنتوا عرفتوا أكيد أنا عند برج العرب. حكمة الكتب الجميلة مستمتعين بهالأجواء حبيبتي، الله يسلمك. اليوم إحنا في دعوة كريمة الجميلة نجوى العوضي، بس نجوى مشغولة مع المعازيم، فإحنا قلنا نتصور وخلفنا إيش برج العرب. وخلصنا عزيمة الغداء كانت حلوة كثير. كنت بصور ورانا ماما برج العرب. اها فينه هذا هو مطلع الإضاءة. هيا برج العرب. يس يعني الحمد لله رب العالمين. في ناس كلموني يسألوا لي عن فتوشة، هذه بخير اللهم لك الشكر الحمد. اليوم صارت أحسن، دي ما كانت حابة تقول إنها بالمستشفى حبيبتي. فديت روحك والله، تعبت حالها شوي، قست على صحتها شوي، بس الحمد لله اليوم هي بخير. بالله وبكرة طالعة بإذني إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي حياته. بس أنا ما بدي أدمني أقول بحبكم. أنا دارية وكل العالم دارية عن قصة الغرام بالانتقام اللي بيني وبينك. الله لا يحرمني حبيبتي ولا منك، وما تشوفي شر أبدا أبدا.